متوقع متوقع ان الهلال يعدي فلامينغو؟ يعني لما تيجي شوف اليوم انت تقول، لما تقول اليوم ما عند الهلال الادوات الكافيه للدخول في البطوله، الظروف الفنيه، هذا ما يخلي اللاعب يدخل المباراه اكثر راحه، اكثر روقان، انه يعني يخليه متحرر اكثر ويعطي مباراه احسن؟ شوف، اول شيء احنا ما نعرف فلامينغو ولا شفناه، يعني ممكن تتابع النتائج لكنك تشوف مباراه كامله لفلامينغو ما اتوقع انه الغالبيه شاهد اربع خمس مباريات لفلامينغو او تابع فلامينغو بشكل كبير. فالمستوى الفني لفلامينغو الان ما حد يقدر يقيم هل هو نفس مستواه في 2019، اقل اكثر، ما حد يقدر يقيم الشيء هذا. الواضح الهلال مو في كامل عافيته، حتى امس الوداد في المغرب نفس الشيء، ما كان له ذيك الانباء انه عنده الفريق جاهز، لسه مغير مدرب ومغير لعيبته، لكن واضح انه الفريق ضعيف. الهلال ما فيه، ما هو شيء غريب انك تقول ان الهلال مو في احسن حالاته الفنيه، لو الهلال في احسن حالاته الفنيه مع كامل الاحترام ما يخرج من الفيحة في دور الأربعة في السوبر. ولكن هذا الكيانات الكبيرة تجدها حتى في عز أزماتها تحقق منجزات. اليوم حنا بعد أربع خمس سنين بنقول الهلال وصل إلى نصف نهائي كأس العالم، بصرف النظر عن كل الأشياء اللي يمر فيها الهلال في هذا الموسم، بصرف النظر عن المستوى الفني، بصرف النظر عن ضعف أو الضعف الفني في الفريق من بعد، خاصة من بعد كأس العالم، ومع كذا الفريق وصل إلى نصف نهائي كأس العالم، والمركز المتاح له الآن اللي هو المركز الرابع، وممكن يكون شيء أعلى، ممكن يكون الثالث، ممكن يكون الثاني. صح أنها صعبة بس ما هو مستحيلة، لكن في الأخير بعد أربع سنوات أنت تجي تقول الهلال وصل في 2022 2023 وصل لكأس العالم وأخذ رابع العالم أو أخذ ثالث العالم، وين بيوصل ما ندري. لكن أمام فلامينغو ما في شيء صعب، خاصة في ظل جهلنا لمستوى فلامينغو الحالي. الفريق أنا أتوقع أنه نزول مصعب كورقة جديدة ممكن يعطي دافع يغير شكل الفريق في النص. أداء فييتو في المباراة كان جيد، ماريجا كان برضه ما عليه كلام، اللاعب الكوري وسعود والحارس كلهم يعني ما حد يختلف عليهم، ولكن تظل بعد سالم عن مستواه. ممكن سالم يرجع في المباراة بحكم أنها مباراة كبيرة ويحب يقدم نفسه كعادته في كل المناسبات الكبرى. صعبة صعبة بس ما هي مستحيلة. ولا هو الهلال نفس الكلام اللي نظر فيه الشباب أنه ما هو مطالب بالفوز، ولكن مطالب أنه يظهر بأقل شيء، أنه يظهر باسمه وتاريخه وسمعته وكبطل لآسيا. أنا أشوف أنه الهلال كسب كثير بفوزه أمس على الوداد، أنه تاريخيا أصبح ثالث مرة يلعب في نصف نهائي كأس العالم، مع سماعنا بتغير نظام المسابقة ووجود 24 فريق وثمانية مدري تسعة من أوروبا. أتوقع أنه في النسخ القادمة صعب أن فريق آسيوي يصل إلى دور الثمانية أو إلى دور الأربعة في كأس العالم. فمثل الهلال مثل الأهلي المصري بيكون في تاريخهم أنهم حققوا رابع العالم أو ثالث العالم شيء ممتاز لهم.